أرحب في البداية بضيف حلقتنا، ينضم إلينا الدكتور أسامة رشدي الناشط السياسي المصري. دكتور رشدي مساء الخير، أبدأ معك بهذه الحملة الحقيقة لعدد من الإعلاميين بسبب تصريحات للقيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، لعلك تبعت ما ذكره موسى أبو مرزوق. ماذا في كلام موسى أبو مرزوق؟ يعني من كلام ربما جارح، لا أدري، أنا أطرح السؤال فقط، مسيء لمصر حتى أغضب هؤلاء الإعلاميين. تحياتي لحضرتك يا أستاذ صالح ومشاهدينك الكرام جميعا، أهلا بك. طبعا هؤلاء ليسوا إعلاميين، هؤلاء أبواق للنظام، هذا النظام اللي هو بيصيف الآن كل الحكومة من الرئيس ومش عارف الوزراء بيصيفوا في العالمين الجديدة وبيرعوا مهرجان العالمين الجديدة اللي فيه عرض أزياء للكلاب وفي سباقات الكلاب وفي عروض أزياء الكلاب وأشياء يعني كلها حفلات فرفشة وغناء وطرب ورقص وما إلى ذلك. فأنت جاي تزعجهم إنك تذكرهم إن في يعني قطاع غزة ده اللي كان يوم من الأيام عندما تم احتلاله كان واقع تحت الإدارة المصرية، طالعين يقولوا أنتوا اللي بدأتوا الحرب. طب ومين اللي بدأ الحرب في 5 يونيو؟ وكنتوا استشرتوا مين في 5 يونيو لما أغلقتوا مضائق تيران وبدأتوا طردتوا قوات الأمم المتحدة اللي كانت موجودة وبدأتوا شن يعني أنتوا اللي بدأتوا الأزمة التي أدت إلى احتلال غزة وسيناء والضفة والقدس والجولان وما إلى ذلك من المصائب والكوارث التي كان النظام المصري ونظام العسكر سببا فيها. هؤلاء الحقيقة يلعبون الآن دور في منتهى الوضاعة وسيلعنهم التاريخ. ليه؟ لأن حتى احتلال الآن محور فيلادلفيا اللي احنا اللي بيتكلموا عنه ده يا أخي ده في كامب ديفيد، ده كل الناس كل المعلقين في العالم كانوا يتحدثون عن مصير كامب ديفيد بعد احتلال أو دخول الجيش الاحتلال إلى هذا الممر اللي هو المنطقة دال وفقا لبروتوكولات كامب ديفيد. هذه المنطقة بطول من أول رفح لغاية إيلات المفروض يكون فيها 4000 جندي على ولا يوجد في تسليحهم لا دبابات ولا مدر ولا مدفعية ولا أسلحة ثقيلة. أنت كيف فرطت حتى في كامب ديفيد التي تقول أننا ملتزمون بها؟ وهل أنتم من سمحتم لنتنياهو أن يجلس في معبر رفح ويضع قدما على قدم؟ أما يعني أن يعني الناس تسألكم والتاريخ يسألكم. ولذلك أبو مرزوق هو يتساءل بكل يعني أدب، يعني أنتم لستم وسطاء في هذه القصة، وإذا كنا نبحث عن وسطاء ما نروح نجيب ناس بقى من أمريكا اللاتينية. بالضبط، وهذه نقطة في غاية الأهمية دكتور رشدي، واسمح لي على المقاطعة، يعني أنا لست هنا مدافع عن الحقيقة على تصريحات أبو مرزوق، ولكن أنا تبعت التصريحات بشكل دقيق. يعني الرجل وكأنه يقول معاتبا شقيقة كبرى أو دولة بحجم مصر، يا جماعة أنتم تستطيعون أن تفعلوا أكثر من هذا وكذا، يعني هو عتب المحب لمحبه. يعني ما الذي أغضب هؤلاء برأيك، رغم أن الكلام الحقيقة مؤدب للغاية؟ أنا بقول لك اللي أغضبهم أنه بيذكرهم بالحقيقة، هم لا يريدون تذكر ذلك، هم الآن نسوا القضية الفلسطينية والحقيقة يعني هم في ظهر نتنياهو. هم نتنياهو ما كان له أن يدخل محور فيلادلفيا إلا بتنسيق مع النظام السيسي، ولما الجيش اعترض شفنا الإطاحة بوزير الدفاع قبل كده وبرئيس الأركان، وجاب واحد كان لابس الجلابية قديله 6 سنين ملوش علاقة بالحرب ولا بالتكتيك ولا بالخطط، وكان آخر حاجة بيشتغلها كان بتاع شرطة عسكرية، يمسك وزير الدفاع لأن المطلوب هو تقييد الجيش الآن، السيطرة على الجيش ومشاعر الجيش ولجم هذا الجيش الآن اللي هو أخرجوه من التاريخ. الآن عندما يقف يصمت على مجزرة مستمرة أدلها 10 شهور الآن بشكل متواصل إبادة جماعية، رغم أن الجميع يعلم أن نتنياهو
يعني يمارس كل أنواع الإرهاب، وليست لديه أهداف عسكرية الآن في غزة إلا قتل المدنيين في محاولة للوصول لوهم بسبيل النصر المطلق. حتى رأينا جالنت اللي هو وزير دفاعه بيسخر منه وبيقول له ما كلامك أوانطة بتاع النصر المطلق ده، يعني الكيان في داخل قادة الكيان نفسهم. الرجل يقتل الناس الآن لأهداف شخصية تعود لمستقبله السياسي واستمراره، لأن البديل عن الحرب هو أن يحاكم أو يحاسب، والعالم كله يفهم ذلك. يا أخي في الوقت اللي أمريكا امبارح بتديله أسلحة بعشرين مليار دولار، وقبل كده ادوله مش عارف 27 مليار دولار 27 مليار دولار، وبيقولوا ان هم وسطاء معاك. وسطاء ايه؟ طب اين دوركم انتم كعرب؟ اين دور جامعه الدول العربيه؟ اين دور بعد المؤتمر الاسلامي اللي هو قال لابد ان احنا نكسر الحصار المفروض على غزه، لماذا يعطل هذا القرار؟ طب دعني في هذا الاطار، دكتور رشدي، اكرر سؤال الحقيقه كثيرا ما يتردد في هذا البرنامج، وأنا هنا لا أريد الحقيقة الإساءة الشخصية لمن يقود مصر الآن، هذا شأن مصري بامتياز، ولكن هل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس انقلب على رئيس منتخب، أم رئيس اختير بالمقاس كما يقول جمهور واسع من جمهورنا، اختير بالمقاس لهذه المرحلة وهو ينفذ ربما بنسبة 100% المطلوب منه؟ وهناك طبعا جمهورنا لديه مؤشرات كثيرة، ولعل ما يجري الآن أحد هذه المهام. تعليق. دعني أذكرك بما ذكر نتنياهو لقناة كان الإسرائيلية في 2021 لما شاف نفتالي بنت اللي هو كان رئيس الوزراء قبله بيلتقي بالسيسي في شرم الشيخ، فضغط شوية قال له أنا التقيت بالسيسي ده 6 مرات سرا في سيناء من أول ما كان رئيس للمخابرات العسكرية. ما الذي يجمع رئيس مخابرات عسكرية مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني ليلتقوا سرا؟ هذا الرجل كان يتآمر معهم ويتخابر معهم منذ اللحظة الأولى. الانقلاب كان صهيونيا يعني في المقام الأول، وهم الذين رعوا هذه الثورة المضادة وهذا الانقلاب. ما كان لهم أن يعيشوا آمنين إذا كان في مصر حكومة وطنية منتخبة، مش هقول لك الدكتور مرسي، لا، أي حكومة وطنية منتخبة من الشعب المصري، أي حكومة وطنية تعلم قيمة مصر ودور مصر العربي والإقليمي والدولي. هؤلاء احتلوا مصر بدوليتهم لهذا الرجل الذي هو ألعوبة في أيديهم الآن، والذي عن طريقه يضمنون يعني الأمن الكامل. ولذلك طبعا من مصلحتهم الكاملة الآن أن يكون عبد الفتاح السيسي موجود في مكانه. ولما طلع يوآف جالنت بيتكلم على تهريب السلاح قال لك لا، السيسي ما هربش السلاح ده، السلاح ده دخل في عهد مرسي، لكن السيسي بريء، ما ده بتاعنا، الراجل بتاعنا. ولذلك افهم القصة بقى من أولها، من هذا الانقلاب. يعني لولا هذا الانقلاب ما كان يمكن أن يحدث ما يحدث في غزة الآن، أو في السودان، أو في ليبيا، أو في اليمن. كانت البداية الحقيقة هي مذبحة ربع التي تحدثت عنها حضرتك اليوم، سحق الديمقراطية في مصر التي أقلقت الجيران الدول الفاشية التي لا تريد أن ترى نظاما ديمقراطيا يحكم مصر. وبالتالي هذه هي أصل الحكاية. أصل الحكاية أن مصر تم الإطمئنان إليها، وهي التي يعني تؤمن لهم الحدود. وشفنا ان جالن ان ليفي ده ولا رئيس الاركان الصهيوني بيجتمع مع رؤساء اركان الجيوش العربيه في البحرين قبل شهرين ولا 3 شهور، بينسقوا مع بعض. بنشوف الامدادات الخطوط البريه والدعم وما الى ذلك، اللي هو للاسف يقدم الان من هذه الانظمه. فهذه الانظمه ليست فقط على الحياد، ولكنها تقف في الجانب الخاطئ من التاريخ لكي تدعم تصفية القضية الفلسطينية، ولا يريدون أن حركة أن تكون حركة، هناك حركة موجودة بس حركة حماس. ولذلك ما يقول الإعلام الصهيوني
حقيقة أن هذه الدول تقف معهم الآن هذه الأنظمة، بينما هو يقمع الشعب المصري بالكامل، اللي يرفع عن فلسطين الآن بيدخل السجن، اللي يهتف لفلسطين الآن بيدخل المعتقل وتلفق له القضايا. لماذا كل هذا الانتقام من فلسطين ومن غزة؟ ولماذا يعني هذا الضيق من تصريحات يعني لطيفة زي تصريحات التي نتكلم عنها الآن، الرجل يذكرهم بمسؤوليتهم كدولة شقيقة كبرى، كدولة عاملة اتفاقات تتعلق بفيلادلفيا بمعبر رفح اللي هو المعبر المصري الفلسطيني الذي يصر نتنياهو حتى اليوم، اللي هو حتى في الخطة التي يطرحها الآن والتي ستناقش يعني غدا يفترض أنه هو مصر على أنه هو يكون متواجد في هذا المعبر ويمنع التواصل العربي الفلسطيني، واللي هو بيمثل رئة للشعب الفلسطيني، كان بيخرج منه الجرحى وبيخرج منه الطلاب وبيخرج منه العاملين، وهو ده يعني اللي هو معبر التواصل مع العالم كله، اللي هو دمره نتنياهو والسيسي صامت وواقف ومتواطئ للأسف مع هذا الكيان الصهيوني. الدكتور أسامة رشدي الناشط السياسي المصري، نشكرك جزيل الشكر.